انا كنت هقول لكم اسال عليا وارحم عينيا من دمعه رايحه ودمعه جايه. وبعدين جت في دماغي قبل ما ابدا بثانيه بتقول له حياتي اللي جرى لي وياك من غير معاد، لا سهروا الليالي وحرموا البعاد، واحتفي بناري ناره وخلص منه طاري. وخلص منه طاري ولا يهمك يا عين هيروح من قلبي فين. الله دي لطيفة قوي. وحياتي اللي جرالي وياه من غير معاد، لسهروا الليالي وحرموا البعاد، وحطفي بناري ناره وحطفي بناره ناري وحطفي يا خبر ابيض وحطفي تصور اول مره اخد بالي من الحكايه دي وحطفي بناري وحطفي بناره ناري وخلص منه طاري ولا يهمك يا عين. ده مناسب اكتر من اسال عليا، لانه النهارده اليوم العالمي للمراه، مولد النهارده المولد، الليله كبيره، مراه 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 مراه. وبكره الصبح المراه طالع عينها كالعاده، المراه بلا حقوق كالعاده، المراه متداس عليها كالعاده. الراجل زيكم عاملين ايه الاول؟ الراجل ده صوت مراتي هيطلع في التسجيل هتتجنن بقى. بتتكلم مع السواق ولا مش عارف ايه. طيب مولد بقى يخلص وما كان شيئا لم يكن، خلاص يعني ما فيش اي حاجه. صوت مراتي كهربني خلاني نسيت انا كنت اقول ايه. نقول تاني مش مشكله. الراجل راجل مين يا هبه؟ تقول الراجل؟ اي راجل فيهم، رجاله كتير. الراجل انا كرجل عندي اسره الحمد لله رب العالمين، زوجه وبنت وابناء كتير، ولاد اخواتي بحب يحبوني وبحبهم، ومسؤوليات وحاجات زي كده. العمل واجب، العمل عباده، العمل طبيعي. ده يسمى كفاح؟ لا طبعا. يسمى نضال من اجل اسرتي وبتاع؟ لا، ده واجب. الواجب ما فيهوش نقول لك عليه متشكرين، ده واجبك. انما الست لو تنزل تشتغل كويس، انما بتنزل وهي مقهوره. يمكن انا حبيت استدعي حاجه انا قلتها في باب الخلقه، حبيت اقولها لكم النهارده. هي حكايه كل ست بتقابل ظروف قاسيه، ومنهم امي ويمكن امك ويمكن خالتك ويمكن اختك ويمكن جارتك ويمكن ست ما تعرفهاش. بس طول ما انت قاعد وانت بتفطر كده فطورك الجميل، افتكر ان في ست بتنزل بيتها الساعه 6 الصبح، تركب مواصلتين ثلاثه وتروح تشتغل اي شغلانه، واحنا نقبل ده جدا. الراجل يسيبها ويمشي وهي بتقبل عيال فتشتغل اي شغلانه، معاش ماشي، والراجل براءه. وبعدين نقعد نحتفل كل سنه يوم المراه العالمي واحتفل بالمراه الراجل ازاي يسيب عياله ويمشي كده؟ انا فاكر والله ناس كتير جوزها سابها ومشي. طيب بتاخد بتاع اللي اسمها ايه دي، بياخدوها نفقه في المحكمه 100 جنيه 200 جنيه حسب ما يثبتوا الاب في بدخله ايه. ما يكون بقى الاب بدخله حر بقى حدث ولا حرج، يبقى بيكسب كذا الف جنيه وهي ما بتاخدش حاجه. فدي مساله يعني تعالوا نسمع حكايه ميري من بعيد من بلاد بره. ميري هتشوفوها دلوقتي حالا، هذه السيده القمر، سيده في منتهى الجمال، وبتشتغل حكيمه ممرضه، ومشهوره عنها انها فعلا ملاك رحمه، ونحتسب يعني كل الممرضات كذلك. وفي المنطقه القريه اللي هي فيها والمدينه اللي هي فيها والبلد اللي هي فيها مشهوره قوي قوي ميري، لانها ممرضه جميله، كل الرجاله عايزين يتجوزوا ميري، لغايه ما وقعت في واحد راجل كويس حبته وحبها، وراح قال لها انا اتجوز يا ميري وكده زي ما بيعملوا الاجانب، واتجوز ميري وخلف منها اربع عيال. وفجاه بدون سابق انذار هذه السيده الجميله جالها مرض اسمه مرض العملاقه، بيضخم الجسم، بقت الشكل ده اللي انتوا شايفينه، ده مش مبالغه، ده مش كاريكاتير، المنظر ده انتوا عارفين فيه. عندنا كان في راجل ممثل في نفس الشبه ده، دي الست فعلا
تحولت الى هذا المنظر. فجأة المرض تك 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 تك. بالاضافه للمنظر الفظيع ده انه بيسبب الام مش معقوله، كل حته في جسمك في جسم المريض يعني تكبر، فده كله اصل يخلي العضلات تبقى فيها الم فظيع، فكل حته في الجسم بتسبب الم. الست دي محتاجه عنايه، والاربع عيال محتاجين عنايه، والزوج الحقيقه كان رجل عظيم، فص ملح وداب، مفيش، اختفى. طيب مين هيعمل بقى؟ مين هيربي العيال؟ قعد ميري مش عارف طبعا في المستشفى، قالوا لها مع السلامه يا ميري، انت لو دخلتي على المريض كده هيجيله سكته قلبيه، ما ينفعش. مشوهم شغل. بتعمل ايه ميري؟ حد قال لها، قريت في ورقه في بتاع انه في مسابقه، ودي حاجه غريبه ودي قصه حقيقيه ما فيهاش اي تزييف من عندي ومش فيلم، دي قصه حقيقيه، عاملين مسابقه لاقبح ست. طبعا ميري قدمت وقلبها زي الحديد، لدرجه ان لما راحت المسابقه مش مصدقين ان دي فعلا حقيقيه. كسبت كام؟ $50. ملوش حاجه، تعبت هتصرفهم في فتره محدده وخلاص. لكن استفاد بقى، حصل لها ايه؟ في واحد شافها في المسابقه بتاع سيرك، قال لها الله ما تيجي تشتغلي عندنا. قالت له اشتغل ايه يعني؟ قال لها اقعدي تنططي كده والناس هيشوفوا شكل غريب وبتاع، وقربي منهم وحاجات زي كده، واعملي شقلبظات وبتاع. وطبعا زمان كان السيرك للي يوعى الحاجات دي، يعني احنا ما وعيناش عليها قوي بس شفنا طشاش منها، انه كان يعمل عرض الاول، يعني يلف في القريه يعمل عرض يقول عندنا كذا وعند ما فيش بقى حاجه وسائل اعلانات ولا حاجه ولا تلفزيون ولا اي حاجه، فيعمل عرض بالحاجات اللي عنده، مثلا يمشي بالفيل، يمشي بالقرود اللي عنده، مش عارف ايه، بتوع السيرك البلياتشي والحاجات دي، ويلف ويقول لهم بقى بالليل في الحته الفلانيه احنا موجودين. فكانت ميري بقى تخبط مشاوير لا حد لها، وهي مدغدغه وايه بالحاله دي؟ الناس بقى اللي يعرفوها، يا ميري هتموتي كده، انت ما تستحمليش ده، ما طبعا مين اللي هيربي العيال؟ وهكذا ظلت ميري تشتغل في السيرك وتتنطط، الى ان جاء يوم وهي بتتنطط كده تتنطط وسكتت. راحوا يشوفوا ميري لقوها ماتت من كتر التعب والارهاق والمشاوير اللي بتروحها عشان تربي عيالها. قصة حقيقية 100%. هتقول لي انت بتبالغ لما تشبه ميري بامك؟ اي ام، ما امي كانوا اربع عيال، امال الام نزلت تشتغل ده صبح وظهر وليل ليه؟ عشان اربع عيال، امال مين اللي هيربيهم؟ والاب هناك موجود عايش، وعملنا قضية ونافقة وكل حاجة، ما خدناش حاجة، يعني ما قدرناش نوصل على لحاجة. طب هي امي؟ لا، ده ستات كتير جدا جدا، ستات كتير جدا جدا بتتعرض لهذه المأساة. وده مش يعني، يعني انا هقول لكم حاجة، انا كنت بسجل امبارح في باب الخلق مع الاعلامية الكبيرة والعزيزة الست اللي انا بحبها وبعتبرها فتاة احلامي، لان احنا يعني هي مش اكبر مني ولا حاجة، لكن انا كنت في شبابي يعني بشوفها شابة قدامي في التلفزيون، كنت بتأثر بصوتها او كجمالها على الشاشة، وما زالت سيدة جميلة، فريدة الزمر، 38 سنة جواز، وطلقت خلاص، جات لها الورقة وقاعدة في البيت، حد يصدق ده؟ يعني فدي الحاجات دي كلها لازم يبقى أشوف فيها، يعني إذا كنت عايز تتكلم عن يوم المرأة تتكلم بجد نتكلم، إذا كنت عايز بقى تقول الحاجات اللي هي بقى نعمل هيصة ومؤتمرات وحاجات هي دي بقى إيه؟ طولة العمر الرزلة. إيه هي الرزلة بقى؟ انه يمكن في ناس تقول لك نعمل مؤتمرات ونعمل حاجات عشان نعمل، يا سيدي احنا سمعنا الكلام ده سنه 60 وسنه 70 وسنه 80 وسنه 90 وسنه 2000 وسنه 2010 و2020 وهتسمعوه 30 و40 و70، خلاص زهقنا من الكلام. طيب يا سيدي معلش انا ضايقتكم بحكايه ميري، بس دي حكايه لازم الناس كلها تبقى حاسه بقد ايه الستات بيتعرضوا لأشياء فظيعة. ميري صحيح مرض، لكن المرض ده كان ممكن يختلف وضعه تماما باستقامة الزوج. الأب لو الأب كان مستقيم كانت ميري ممكن تعيا وتموت عادي،
انما ما تبقاش ميته محصوره على عيالها وتعمل المجهود الجبار ده عشان تربي عيالها. هل العيال مسؤوليه الام بس؟ هل ده ينفع الكلام ده؟ ده هو القائم على فكرة، هو ده القائم. في أوروبا ودول متقدمة، أنا أتجوز مثلا كاترينا، أتجوز أخويا كاترينا وبسط واركع وديها الخاتم الألماظ وكل حاجة. طب أنا عايز أطلق كاترينا، حاضر يا حبيبي طلق كاترينا بس هناخد نص فلوسك، مفيش كلام تاني. يوم يفكر كتير قبل ما يطلق كاترينا. الا بقى اذا كان زي عمك ترامب بقى بيقولوا بيطلق مراته اليومين دول، عنده فلوس كتير هتاخد فلوس، الفلوس يعني بتعوض؟ لا، بس بتحفظ للانسان على الاقل كرامته، مش بتعوض للبيت ولا الاسره ولا لا ابدا، بس لكن على الاقل ما بتعرضهوش للاهانه ولا الهبوط بمستواه لمستوى صعب عليه. يا سيدي بقى يلا بص بقى سيدي، احنا عندنا شويه تعليقات من زمايلنا، بس في بقى ايه الاستاذه امل صالح عملت حاجه اللي انا طلبتها من حضراتكم، بعتت لي فيديو فيه اسئله انا بشكرها جدا، وكنت احب انه يعني مع احترامي جدا لرسالتك الرقيقه جدا والجميله احب تبعتوا اراء، يعني تحب تشاركونا، يعني اصله مساله الاسئله انا مش هقدر على جاوب على كل الاسئله، لانه دخول في مجال السياسه مش رغبة كل أفراد أسرتنا، والدخول فيه في تفاصيل كتير، وكأني بدافع عن نفسي، ما بحبش أدافع عن نفسي أبدا. إزاي؟ اللي عايز يعرف الحقيقة خلاص ما عادش في حاجة مستخبية. يعني مثلا أمل بتسأل، تشوفوها؟ هاي تشوفوها. مساء الخير يا أستاذ محمود، أنا اسمي أمل، من أشد المعجبين بحضرتك جدا جدا جدا، وفي أسئلة كثيرة جدا نفسي أطرحها على حضرتك. أكيد مش بتاخد بالك من الكومنتات لأن كثير طبعا، ربنا يزيد ويبارك ويحبب فيك خلقه كمان وكمان. أنا هبدأ الحلقة دي بسؤالين هطرحهم لحضرتك. في إحدى الحلقات بتاعت البيت بيتك في رمضان حضرتك استضفت صحفي، والحلقة دي أنا مأثرة فيها رغم ان يمكن اكتر من 8-9 سنين الحلقة دي، وكانت اجاباته على حضرتك كان بف جدا جدا في كل اجابة بيرد بيها على حضرتك. انا زعلت ان حضرتك يعني ما ردتش عليه الرد اللي المفروض ترده، وفي نفس الوقت احترمت انك اعلامي كبير وانك عرفت تحتويه كضيف عادي جدا في الحلقة، رغم ان هو كان بيرد ردود مستفزة جدا جدا جدا. انا نفسي اعرف هو ليه كان بيرد على حضرتك بالطريقة دي، وكمان في نفس السنة يعني حضرتك عارف طبعا البرامج الخفيفة اللي بتيجي في الاذاعة، سمعته برضو كان ضيف في احدى البرامج، والمذيعة وجهت له ان يعني الحلقة اللي انت كنت فيها مع الاستاذ محمود سعد، ففوجئت انه بيقول لها انا كمية تليفونات جات لي وقالت لي برافو عليك انك رديت عليه كده، كان لازم ترد معاه عليه كده وتتكلم معاه بالطريقة، فاستفزني اكتر واكتر واكتر. انا كنت سعيدة جدا عشان حضرتك، فيهمني اعرف هو ليه كان يعني ليه كان بف مع حضرتك في الحلقة دي، وهو رحمة الله عليه الاستاذ عبد الله كمال، يا ريت تقول لي سبب تهجمه عليك في الحلقه دي في رمضان، ولما قال في الاذاعه ان ناس كثيره جدا قالوا له انك كان لازم تكلمه بالطريقه دي. ده سؤال. السؤال الثاني، حضرتك يعني انت كنت شايف ايه بالظبط في ثوره يناير، يعني 25 يناير حضرتك لوحدك اللي اخترت انك تبعد وتلبس البيجامة وتقعد على السرير، ولا كان الوزير، ولا كان اكبر من الوزير اللي امر بكده؟ اسئلة كتيرة جدا عايزين نعرفها ونتناقش فيها، لان ده تاريخ، وحضرتك طبعا كنت في يعني كاعلامي اكيد عندك
ثروة كبيرة كبيرة قوي من المعلومات، لأن إحنا كنا مشوشين ومش عارفين ومش فاهمين. فحقك علينا إنك تفهمنا، وحقنا عليك إن إحنا نفهم إيه اللي كان بيحصل بالظبط، إيه اللي كان بيحصل بالظبط. دي حاجة. الحاجة التانية، مش عايزين نتكلم في السياسة، لكن حضرتك عرفت تنقل نقلة إن من بيت بيتك، وعملت باب الخلق. الحلقة دي أو البرنامج ده جميل جدا، وقربت للمشاهدين أكتر وأكتر. عايزة أقول لك إن في الفترة بتاعت الثورة، وحضرتك لما بعدت عن التلفزيون، أنا كان كثيرة جدا يقولوا لي مش ده محمود سعد اللي أنت بتحبيه، وتقولي إنه طب يا ستي أهو. لأ، أنت حضرتك رجعت تاني من الأول وجديد بطريقة تانية خالص، بصورة تانية خالص. رجعت ثقتنا لحضرتك تاني بعد ما قلت شوية من بعد آرائك في أيام الثورة وتشجيعك للإخوين. هنتكلم في الحاجات دي كتير جدا، لكن أنا عايزة أعرف الإجابة بعد إذن حضرتك عن حلقة عبد الله كمال. وعاوزة أقول لك ربنا يديم عليك الصحة ويديم عليك محبة الناس، لأن أنا عندي محمود سعد ده حاجة كبيرة 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 كبيرة. ربنا يخليك لينا يا رب. وعايزين نكتر ونكتر ونكتر من الحلقات بتاعة اليوتيوب، لأنها رائعة رائعة رائعة. سألت أي على عبد الله كمال الله يرحمه ويحسن إليه، وسألت على انت كنت قاعد في التلفزيون بالبيجاما دي ايام الثوره، وسالت عن الاخوان ومش عارف ايه. مش هخش في تفاصيل. بص يا ستي، انا بشكرك جدا. بص يا ستي امل، انا هعلق حتى تعليقات بسيطه. اولا بالنسبه للاخوان وحاجات زي كده، لو انت عايزه تعرفي الحقيقه افتحي اليوتيوب وشوفي محمود والاخوان، وشوفي هيقول لك ايه. هيطلعوا لك كام مشهد ليا وانا في اسوأ حالاتي على التلفزيون وانا بدي شمال ويمين. بس هقول لك ان تمرد مثلا بتاعت محمود بدر، انا الوحيد والاول اللي عمل تمرد على الهواء، واول واحد استضاف محمود بدر لما طلع التمرد. اول ما طلعت ما كانش حد يعرفه لسه. جت هبه جنبي كده قالت لي في كذا 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 كذا، قلت لها هتقولي بكره. فجي محمود بدر ومضى التمرد على الهواء. بعديها باسبوعين عملها يا باسم يوسف بعدين، بعد ما عملش حدش عملها تاني على الهواء مباشره. بس سيبك، شوفي انا مؤمن بنظريه ايه هي. اذا انت عايزه تصدقي الكلام اللي جالك في ودنك، انا مش هقدر اشيله خلاص لانك عايزه تصدقيه. اذا كنت مش عايزه تصدقيه وعايزه تعرفي الحقيقه، قدامك اليوتيوب. خلاص دلوقتي ما عادش يعني في مجال انك ما تعرفيش. انت بتقولي مثلا فلان كان مع الاخوان، طب ما تشوفي مين اللي قابل مرسي بعد ما رئيس جمهوريه. انا ما قابلتوش ابدا. اعتقد تسجيلات رئاسة الجمهورية متسجلة كلها، التسجيلات الصوتية. هتشوف انه كلمني وتحايل علينا نروح له، ما رضيتش اروح خالص. ما دخلتش، انا دخلت مبنى رئاسة الجمهورية مرتين في حياتي. مرة سنة 2002 او 3 في لقاء الرئيس مبارك عليه رحمة الله مع الصحفيين والمثقفين والحاجات دي. مرة، المرة الثانية دخلت اسجل مع الدكتور مصطفى حجازي ايام المستشار والرئيس عدلي منصور. بس ما دخلتش رئاسة الجمهورية تاني ابدا. بس يعني ايه؟ مش هنخش في التفاصيل دي. ما عادش في مجال انه يقولوا ايه، يقول لك واحد يقول لك اصل فلان ده مع كذا، تقول له طب استنى، طب ما نفتح نبص. فاذا كنت انت عايز تعرفي هتلاقي الاجابه. اذا كنت مش عايزه تعرفي ومكتفيه باللي اوكي على راحتك، يعني ما فيش مشكله. اما بخصوص الاستاذ عبد الله كمال، عبد الله كمال زميل وصديق وزميلنا هو فروز اليوسف، كنا اصدقاء، يعني مش اصدقاء بالمعنى، لكن زملاء في بيننا محبه واحترام وتقدير. فرقت بيننا الاعمال، هو بقى رئيس تحرير فروز اليوسف وانا بقيت في التلفزيون لكن عبد الله كمال صحفي كان موهوب جدا وله طريق. استاذ عبد الله كمال دلوقتي في ذمه الله، مات صغير، يعني مات صغير جدا، وساب تلات بنات صغيرين زمانهم دلوقتي بقوا انسات. فما نقدرش نقول على عبد الله كمال الا الحقيقه انه كان صحفي موهوب. اما كيف يكتب، لماذا يكتب، خلاص اذا كان الرجل غير موجود للدفاع عن نفسه
فلا يصح اطلاقا طالما ليس هناك ضروره. مش بنعمل بحث على ايه اللي حصل وايه اللي راح وايه اللي جه. اللي عايز يعمل بحث يعمل بقى ويجيب كتاباتنا كلها ويشوفها، هذا موضوع اخر. انما ده موضوع يعني مسمح سامحيني مش عايز اخش فيها. حكايه بقى ان انا كنت قاعد بالبيجامه، انا اللي قلت التعبير ده على فكره ما حدش قاله عليا، انا اللي قلت انا كنت قاعد بالبيجامه. ليه؟ يوم الاربعاء اللي هو يوم 26 يناير طلب مني ان اقدم حاجات انا مش عايز اقولها، فرفضت انزل. وانا الشاهد عليا في الحكايه ديت اهلي، اهل بيتي سامعين المكالمات كلها في التليفون. هذا يكفيني ان انا ما رضيتش انزل واقول كلام انا مش عايز اقوله، اللي هو يوم الاربعاء. يوم الخميس هتلاقي مباراه التلفزيون والصفحات وبتاع طرد محمود من التلفزيون المصري ومش عارف ايه، خميس في بدايه المعمعه اللي هو 27 يناير. بالمناسبه انا عيد ميلادي 28 يناير، وكل زمايلي كتبوا وشتموا وقالوا اللي هم عايزين يقولوه، ولا لا بأس لا بأس، لغايه ما جيت 28 يناير. وبعدين فضلت انا بقى قاعد في البيت، ما حدش قال لي تعالى انزل، وهم بقى اشتغلوا الطريقه انت شفت التلفزيون وقتها كان عامل ازاي. الى 11 فبراير لما كلمني ربنا يديله الصحه اسامه الشيخ وقال لي عد الى موقعك، وعدت في صحبه الدكتور زويل وانتهى الامر عند ذلك. لكن ما فيش 15 يوم وقدمت استقالتي بقى خلاص. انا ما كنتش بشتغل في التلفزيون، انا كنت بشتغل في برنامج خاص تبع صوت القاهره سنه، وقبل كده كان البيت بيتك. ده باختصار يعني. لكن عايز اقول لك ان انا ليه رديت على حضرتك بتركيز اكتر، لان دي اسئله ناس بتتداولها احيانا. عايز اقول لك الاسئله دي واسئله اخرى كتير جدا جدا في حياتنا، انت بتقعد يقول لك فلان قال لي فلان، ما عادش والله في مجال كده، ما عادش الا اذا كنت انت عايز تعرف عن فلان حاجه وحشه. لان دائما لما حد يقول لك اصل فلان قال لي، انا متاكد ان 90 او 99% من الكلمه اللي هتتقال دي هي كلمه ضد شخص مش حلوه في حق شخص غالبا. لك اصل فلان ده كذا، اصل فلان ده هتقولي لي كان في اخطاء في مثلا من 11 12 13 لينا. طبعا طبعا كنا بنقول الراي على الهوا. انت عارفه يعني ايه على الهوا؟ يعني يحصل حدث واحنا على الهوا، فالمفروض الواحد يكون رايه في نفس اللحظه. طبعا ممكن يكون فلت مني راي كده راي كده، طبعا مفيش كلام، واذا قلت لك غير كده ابقى راجل مش مظبوط. انما الدنيا اتطورت بحيث انه انا دلوقتي، يمكن زمان من 10 15 سنه ما كنتش اقدر اقول العباره دي. دلوقتي يقول لي فلان قال، اقول له فين هو وريني، يقول لي فلان عمل له وريني، مفيش حاجه يطلع، مفيش حاجه او يطلع في حاجه يعني زي ما يطلع. فانت عايزه تشوفي اكتبي وشوفي، ده انا قلت كلام ده احنا دي كانت ايام. ده انا بقى ساعات الاقي الحاجات طالعه في اليوتيوب كده وفي الفيسبوك، ازاي احنا قولنا كده؟ ازاي احنا عملنا كده؟ يا خبر ابيض، ده قصه طويله. بس ايه رايك اقعد اكتبها واطلع بطل يعني؟ هل ده حاجه لطيفه؟ لا ما ينفعش. اذا كان الناس هتفتكرها هتفتكرها، مش هتفتكرها هو انت بتعملي حاجه حلوه عشان الناس تفتكرها؟ ولا بتعمليه عشان هي حلوة؟ ولا بتعمليه عشان انت عايزة تعملي كده؟ انا بعمل اللي عشان عايز اعمل كده. لا في لا في فكري انها تطلع حلوة، ولا في فكري ان رد فعل الناس هيبقى ايه، لان انا الناس كلها مختلفة، محدش يعرف الكلام ده هيعجب مين ومين هيقبله ومين هيرفضه، محدش معرفش معرف مين يعني. لا انا بعمل اللي بحس انه صح دلوقتي، ممكن يطلع غلط مفيش مانع. بس أنا لا أسأل إلا عن حاجة واحدة أساسية، هل أنا تقدمت لشيء ما يضر جمهوري لمصلحتي الشخصية؟ بس هو ده اللي ممكن أجاوب عليه. أنا فعل عملته عشان مصلحة شخصية، وده ممكن يؤذي المشاهد اللي أنا بشتغل معاه، بس دي ما عندي الحمد لله. اعتقد لغايه دلوقتي ما حدش كشف حاجه، اذا كشفتي حاجه بقولي لي بس بيني وبيني. بس يا ستي فبشكرك يا امل، وارجوكم ابعتوا لنا وخلونا نتكلم. قولي يا امل رايك في اللي انا قلته مثلا دلوقتي في حكايه المراه وان الكلام كله زواء. اتكلمي عن تجربه خاصه بيكي، اتكلمي عن حد قريب منك عايزه تحكي عنه حكايه حلوه، عايزه تحكي على فكره عنه حكايه وحشه بس بدون اسماء عشان الناس تستفيد. تعالوا نعمل في اليوتيوب حاجة مختلفة. احنا قلنا عيلة وونس، وده اعتقد شكل يعني كويس.
مش موجود في اليوتيوب. طب تعالى نعمل حاجة تانية ان احنا نقعد فعلا نتكلم مع بعض، لانه انا لاحظت ان الهوى لما اطلع يعني تسجيل بتاع لقاء هوى ما بيبقاش فيه ديت، انما دي بقى ممكن حضرتك تبعتي دقيقة وده يبعت دقيقتين وده يبعت ثلاثة ونشترك مع بعض ونتناقش مع بعض. ما صحيتش دولة ابدا ولا ناس الا ما اتكلم مع بعض. مفيش حاجة حلوت في الحياة على كل، هقولك حاجة بسيطة قوي قوي. دلوقتي انت اتفرجت على فيلم حلو، اول حاجة بتعايز تعمليها ايه؟ يا تجيبي بنتك تحكي لها، يا تجيبي صاحبتك تحكي لها، لو ما حكيتيش تلاقي نفسك مفروسة عايزة تقولي حاجة. امال انت شفتي ليه وقريتي ليه وعملتي ليه؟ عشان عايزة تقولي حاجة. فاليوتيوب ده حاجة يعني عظيمة جدا، ان احنا ممكن نلتقي ويبقى انا وجودي في التسجيل نفسه ممكن يبقى 3 4 دقايق، انما اخد لقطه من حضرتك ولقطه من الاستاذ ولقطه من الاستاذ. يعني في واحد النهارده استاذ عبده مصطفى قال لي قول لنا ليلي ونهار. يا عم الحاج حرام عليك حرام عليك بتقول له ليلي ونهاري فكر بيك مشغول وحياتي لك وحدك ولك على طول. قالوا لك الغيره بتزود حبي وبالدموع والحيره تملك قلبي. لا يا حبيبي لا اصل هي ايه، انا لما حبيتك خطر على بالي اللي جرالي واللي راح يجرالي، صورت او افراحي ونعيمي في قربك وسهدي في بعدك ونار عزالي، عمري ما قلت ازاي وليه حبيتك، ولا عمري قلت يا ريتني يوم ويا ريتك، وبكل قلبي وبكل عقلي هويتك بالحب وحده انت غالي عليا. يا سلام بالحب وحده انت ضيعني بالحب وحده، وهو وحده شوية يا ابني هو شوية. فنقول حاضر نقول ان شاء الله. انا بس كنت عايز النهاردة بعد قصة ميري احكي لكم بس شوية حاجات انا عن الكتب قبل حجيب الرسائل. بس انا خلصت هذا الكتاب دكتور زكي نجيب محمود، ما اجمل الجمل ما اجمل المشاعر. هو بيكتب قصة نفس، طبعا العنوان فظيع، العنوان كنت اتمنى ان انا في حياتي الصحفيه اعمل عنوان حلو بالشكل ده، ما اظنش ان عرفت. ده الفرق بقى، ده الموهوب، ده كبير. احنا زي ما الست ورده قالت هي بالتسجيل هتلاقوه موجود في تحريب تقول لها عن ام كلثوم، قالت لها ام كلثوم دي رغيف العيش واحنا الرده اللي بتنزل حواليه كده. قالت لها بتقول ايه؟ قالت لها ايوه ام كلثوم هي الرغيف اللي الناس تاكله، احنا بقى الرد اللي بتوع من الرغيف ده. فاحنا كده بالنسبه لزكي نجيب محمود وامثاله احنا الرد اللي بتوع حواليه كده. هو عامل حاجه بديعه، هو عايز يكتب قصه حياته. قال لك يعني قصه حياته هكتب روحته وجيته وبتاع، دي حاجه ملهاش قيمه. فكتب قصه حياته. الدماغ دي متشتته، مئة ألف سؤال ومئة ألف إجابة تركب وما تركبش. فقال لك أنا ممكن أبقى الشخص ده أو ده الثلاث أشخاص، الأحدب وإبراهيم وفوزي، فوزي الخولي زن. وعمل في الثلاث شخصيات نفسه، بيكلموا بعض وبيقابلوا بعض ويروحوا وبيجوا مع بعض، وده بيشوف ده هو في الجزء ده، هو في شخصية الأحدب. وشوف اصلا تمهيد دخوله على الاحدب ده في هي روايه كتبها، هو مسميها روايه مش يعني ما تعتبرش تعتبر سير ذاتيه. ثم دخوله على ابراهيم، ثم دخوله على نفسه فوزي نفسه، شيء بديع مش معقول. يعني كتاب انا اول ما خلصته، هتصدق ولا مش هتصدق؟ صدق، بداته تاني اول ما قفلته امبارح بالليل للاسف خلص، رحت بداته تاني على طول، فقريت منه 5 صفحات بس عشان ده محتاج ان انا اقراه تاني وتالت، لانه هو مش مساله ان هو فيلسوف ومفكر، هو بيغوص في اغوار النفس. انت لابد تكون في جزء من الاحدب، لابد تكون، مفيش طب خش في ابراهيم، مفيش في ابراهيم طب خش في فوزي. فحاجة يعني، واكتشفت ان هو في حاجة تانية ليه برضو اسمها اظن حياة عقل حاجة زي كده، هبعت اجيبها على طول. فانا بشكر زكي نجيب محمود، استمتعت جدا. شو قفلت ده
امبارح دخلت في ده بقى. حبيبي انا بحب جدا جدا هذا الكاتب، معلم وفاهم. وبعدين بقى بيعمل حاجه غريبه جدا، انا قريت جزء كبير يعني، قريت الجزء ده انا معلم. ده الحاكم اول اول بياخدنا كده بيمرجحنا، عمك يوسف زيدان، دكتور يوسف زيدان طبعا، مرجحني كده مرجحة مع ولد وبنت، وعشت مع المرجحة اخر حلاوة. قصة عايز اشوف هتروح فين ديت. الولد الصعيدي اللي نزل يشتغل في مصر واللي بقى يعمل دراسات عليا وقابل البنت اللي زي القمر وراحوا يتفسحوا وبتاع، مرجحني كده. وبقى راح داخل في مخطوطة عن الحاكم بأمر الله. الصفحة كتاب يعني، انا ممكن يعني ابقى ليا راي في الحكايه ديت. انا بعت رساله امبارح للدكتور يوسف وبعت رد عليا وكل حاجه، انه الصفحه دي اي صفحه من الكتاب ده هي ممكن تبقى كتاب كتابين، لانه مدروزه معلومات. وده الحقيقه انا شفته يعني في ثقل شويه على القارئ، لكن في متعه فظيعه. هو مجمع في الصفحه لانه هيحكي بقى حكايه في حوالي 150 صفحه، تاريخ طويل جدا مليان تفاصيل، بس بمهارة فائقة. فشوف بقى المتعة، شوف ده الرزق. أول ما خلصت دي مش عارف، مش عايز أخلصها، أروح فين طيب؟ لقيت عمك يوسف زيدان، من فضلكم هات الكتب دي وقروها، دي موجودة، قصة نفسي في الشروق، ويوسف زيدان طبعا في كل ما يعني في بوك فاليو، هتلاقوا الكلام ده. يوسف زيدان ده انا عندي كل كتب كتاباته، بحبه جدا. وبعدين هو بقى ايه، يفرسك كايه كراجل، دي شغلتي برضه بقى نكتب، احنا بنكتب عم يوسف في تركيبات الجمل وفي استخدام عبارات موجوده بس تركبت كده ازاي بالحلاوه دي. وبعدين يعمل مترادفات بقى وحاجات يعني يبين لك ان هو ضليع في اللغه، وهو كذلك، ما نقدرش نكلمه. انت عارف الست الحلوه قوي زي القمر اللي تخش تقعد فتعمل الرجل على رجلي كده ومش حاطه مكياج ولا حاجه، بس يا قمر هتقدر تكلمها؟ ما تقدرش تكلمها. فهو متمكن، متمكن. فيعني في متعه الاخبار، الاخبار ممكن تسمى الاخبار، متعه التفاصيل، متعة السهولة في العبارات، في متعة اللغة كمان، دي متعة تانية. وبعدين ربنا رزقنا برضو بعمنا سيد محمود، عامل كتاب عظيم لسه هنقراه. أنا ليه بقول عظيم؟ لأن فريته كده في وثائق وفي حاجات عن محمود درويش. ما قابلت مرة المذيعة الكبيرة شوزيه الخوري، استضفتها في البيت بيتك او في الام بي سي او في برنامج من برامج، وطلبتها وجات تشرفتني وكده، انا بحبها جدا طبعا. فقالت لي انت عارف انا شفتك ازاي؟ قلت لها ما حضرتك شفتيني قبل كده؟ قالت طبعا. قالت لي كلمني محمود درويش. فانا والله كده زي الفلاحين، قلت لها محمود درويش مين؟ قالت لي محمود درويش الشاعر الكبير. قالت لي ايوه كلمني محمود. وقال لي انت شفتي في برنامج كذا بيقدمه مذيع اسمه كذا؟ قالت له لا ما شفتوش. قال لها شوفي ده مذيع كذا 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 كذا. قلت لها محمود كان لسه عايش. قلت لها محمود درويش؟ قال لي الكلام ده عليا انا. قالت لي ايوه وبدات اشوفك. ففعلا لقيت كلامه مظبوط. يا اخي دي من اجمل انتصاراتي في الحياه. لكن للاسف هو تعب بعد كده وراح امريكا وتوفى، ما شفتوش. لكن كانت لحظه يعني بالنسبه لي كبيره. وانا كنت حكيت لكم برضه كان حصل نفس الموقف مع مصطفى العقاد. اجمل حاجه عشان في حد بيقول لي ايه، كان بيتكلم على كان عايز نفسه يشوف، انا كان نفسي اشوف ام كلثوم وما شفتهاش، فهو بيقول لي يا قليلا في التلاقي كثيرا في الضمير. انا براح علي شويه يا عم الحاج بالراحه. ده مين بقى؟ ده علي المحمود من العراق. اشكرك يا استاذ علي جدا جدا على الكلام الحلو ده. على فكره مش كويس قوي انك انت تشوف اللي بتحبه، مش ضروري.
بس هقول لك حاجه، والله انا شفتها امبارح، عشان لو انت اب الحمد لله عملتها من غير ما اشوف اللقطه دي. اللقطه دي يعني كانت جديده عليا؟ لا، انا امبارح كنت بسمع هجرتك لاني وانا مراجع من الشغل لقيتها في الراديو، وبعدين لقيت حاجه. فانا امبارح كانت حالتي منتشيه جدا لانه انا غام طلعت اغنيه جديده وكانت حاجه جميله جدا، ولقيت اول مره اسمع ام كلثوم بتقول هجرتك في عيد ميلاد احمد رامي في بيت احمد رامي، بتقولها كامله. مصيبه ام كلثوم قاعده ومعاها 3 4 موسيقيين وغنت الاغنيه كامله وصوتها واضح، واول مره اسمعها في حياتي. امبارح بقى سمعت في الراديو فلعبت كده لقيت البتاع ديت، فكان حاجه بالنسبه لي يعني حاجه حلوه جدا. شوف بقى ام كلثوم وهي قاعده كده على الكرسي بتغني، شوف ايه ايه ده، ما اعرفش ايه ده. بس يعني انا عايز اقول لك انه بعد ما خلصت بمشي زي ما عملت مع قصه نفس، قفلت بدات قلت اشوف ام كلثوم بقى بتقول حته من هجرتك. فتحت التلفزيون ويا ريتني ما فتحته. وبعدين جت الحفله، وبعدين ام كلثوم بتغني في شطات الجمهور، لقيت واحد قاعد طفل. لا، الاغنيه دي اتغنت في اواخر اواخر الخمسينات، الحفله دي كانت في الستينات، يعني تقدر تقول 62 64 حاجه زي كده. واد قاعد في سني كده طفل ولابس نظاره، انا كنت بلبس نظاره وانا صغير من ابتدائي، لابس بدله طفل وقاعد في الصف يمكن السابع، يعني شايف ام كلثوم قدامه كده وابوه على جنبه. كانت ليلة كوبيا، كانت ليلة كوبيا. أنا ما شفتش أم كلثوم، يمكن لو كنت رحت حاولت أشوفها في المسرح كانت مثلا كنت تكون متعصبة ولا حاجة، راح ترد عليا رد بايخ ولا بتاع، كويس مش مشكلة، مش مهم إنك تشوف مبدعك، المهم إنك أنت تشوفه من قلبك كده وروحك وبتاع. لكن قلت لها ليه أبويا ما ودانيش؟ ما أبويا كان بيحب أم كلثوم زيي بالظبط، وانا حبيتها منه لان وانا صغير كده كانت امي تقول لي، كان بيجي البيت لحفله ام كلثوم وانا عندي 5 سنين، حفله ام كلثوم يفتح هو الراديو ويسهر انا قاعد جنبه. انا مش فاكر، دي كانت امي اللي تقول لي، امي اللي كانت تحكي لي. ما خدناش ليه؟ انا بقى من غير ما اشوف المنظر ده، بنتي بتحب فيروز جدا ومراتي، فيروز جت مره مصر زمان، وانا طبعا وديت مراتي حفلتين لما هي كانت تعمل 3 حفلات وديتها مرتين. ست فيروز دي حاجه سلطانه كبيره جدا. لما عملت حفله في بيروت وكانت مي وقفت على حيلها كده وانا ما كنتش قادر اسافر كان عندي شغل، بعت نجله ومي بيروت يحضروا حفله فيروز. راحوا بيروت قعدوا 3 ايام حضروا حفله فيروز ورجعوا عشان تبقى شافت المطربه اللي بتحبها، من غير ما افتكر المشهد اللي ضايقني ده. على فكره الاغنيه اسمها هجرتك، والولد ده اظن ان هو يبقى في سني دلوقتي وممكن يبقى موجود لو يجي يكلمني عن علاقته بابوه، لان هو الولد جميل قوي ولابس نظاره وبدله، وابوه قاعد جنبه لابس نظاره برضه، ابويا ما كانش بيلبس نظاره ولابس نظاره، وفش الاثنين شبه بعض، الاثنين رفيعين كده وجسمهم لطيف كده. لو يعرف الاقي الولد ده وتقول لي علاقته بوالده ازاي، ولد قد كده عنده اقل من 10 سنين والله، قاعد في الكرسي السابع في حفله ام كلثوم، ابوه واخده يفرج على ام كلثوم، مال الصغير ده ومال البتاع ده؟ هو ده الاب اللي انا ما لقيتوش، ويمكن كان من مصلحتي ان انا ما لقيهوش، يمكن تربيه الام عملت فيه حاجات كتير احلى، ممكن جدا. لكن خلي بالك، خلي بالك، يمكن انا لما اتكل على الله وحتما هيحصل كده، يوم بنتي تنسى كل حاجة وتفتكر ان انا بعتها بيروت تتفرج على حفلة فيروز. وانا مش رجل اعمال، مش من الثراء الفاحش ولا البتاع، لكن قلت لها روحي اتفرجي عشان دي الست اللي بتحبيها. وانا دلوقتي لو في حفلة لفيروز في لبنان ولو مفيش كورونا هاخد مراتي وبنتي وكل حد بحبه يحب يجي معايا نروح نتفرج على فيروز. يا سلام، ما اجمل ان انت تشوف نجمك. فيا عم الحاج يا عم علي تعالى يا عم اي وقت، مش انت علي اللي عايز تشوفني ولا ايه؟ تعالى يا عم الحاج، تعالى
تعال اهلا وسهلا بيك، وانا مش يعني مستحقش كل الكلام ده الحلو. في كمان عندي اتكلمت عن الكتب، في بقى جيمس عمران، جيمس عمران مش عارف ايه يا عم جيمس التركيبة دي جيمس عمران ازاي مش عارف عشقت نام ليالينا يا حلاوتك. ايوه احمد شفيق كامل كتب كده، اما نعمل ايه، الحب تصحى ايامنا، يصحوا يومهم جميل بالحب والبتاع، ولما يجوا يناموا يناموا بالشوق. هكذا كتب احمد شفيق كامل، الرجل الذي صاحبته في اواخر ايام وكنت سعيد جدا بالصحوبيه دي. عشقت نام ليالينا، تعرف تعمل كده؟ وريني الشطاره لانه كتب لي يا سلام على العباره، عباره احمد شفيق كامل. عايزك كمان تشوف ازاي عبد الوهاب بياخد الجمله ويديها تعبير اضافي. يعني زي ما انت كده بتجيب هديه بتحب تحطها في حاجه تعمل لها جمال اكتر من جمالها، فعبد الوهاب كان بيعمل كده. يعني شوف بتقولها ازاي، واحده في المخده غطسانه في المخده، شو مش هغني لحسن تنفروا مني. شوف بيعملها ازاي عبد الوهاب، بيقدمها في احسن قالب مع الصوت بقى كمان. بس يا سيدي يعني قلنا النهارده حاجات كتير. في سيده فاضله قالت زعلانه من لقطه احمد زكي، والله 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 كنا بنمثل وبنضحك مع بعض لم نختلف انا واحمد زكي. ده انا قلت له احمد الحديث طال جدا، كنا الحلقه اساسا 25 دقيقه، سجلنا اكتر من ساعه ونص، مع انه قال لي انا هسجل 10 دقائق. لو كان في بيننا حب كبير الله يرحمه، وما زال حبي لاحمد زكي ولا ينتهي ابدا. فقلت له تعالى نعمل حركه كده، قال لي، قلت له هقول لك مش عارف ايه، تروح شايل الميكروفون وبتاع. وبعدين في التسجيل الاصلي، التسجيلات دي لا امتلكها، في التسجيل الاصلي بعد ما عملنا الافيه ده قعد بقى وعملنا تسجيل بقى، قلت له تعالى بقى نقول للناس ان الحقيقه. فقعد فقلنا احنا كنا بنهزر مع بعض وبتاع حاجات زي كده، يمكن ده ما اتذاعش في الحلقه، لكن لا لا لا. انا الحمد لله رب العالمين اتعلمت شويه في حكايه انه مش كل حاجه تعرفها تسال وتفرق كبير. لازم تعمل فرق ما بين انك انت تعرف الفنان على المستوى الشخصي، ولما يقعد قدامك سواء في كاسه حوار او في تلفزيون او في راديو او في اي حاجه، تساله الاسئله التي يجب ان تسال، لكن ما تستغلش انك عارف معرفه شخصيه، دي بلاش دعوه خالص. ولذلك انا كنت ابقى قريب جدا من فنان كبير جدا ويبقى في خبر مهم جدا انا عارفه من اسبوعين، بس انا عرفته لان كنا قاعدين بنتكلم بشكل شخصي، ما اقدرش اكتبه ابدا، ما اقدرش اكتبه ابدا، ويكتب الخبر في حته تانية اوكي مش دعوه. ولذلك ده حافظ على علاقتي بالفنانين علاقه محترمه ومؤدبه وعلاقة آمنة. فمين ده اللي كان يغضب أحمد زكي بسؤال؟ لأني ما أعرفش أحمد زكي، ده أنا أعرفه من أول ما بدأ لغاية ما غاب بجسده، بس إنما يعني أعرفه كويس جدا. الحوار ده طال أول النهاردة أنا عارف. يا خبر أبيض، الساعة 3 إلا تلت، فاضل تلت ساعة، تقول لي على إيه؟ هقول لك على الساعة تبقى 3.